روح المودة والأخوة والمحبة. تحتضن الكويت اليوم شباب القارة الآسيوية على صعيد الأخوة الصادقة والود المتبادل لتحقيق هدف سام ونبيل يعمق في النفوس أعظم المثل ويؤصلها، وليس كالرياضة ما يجن النفوس ويصرها. يبدأ الآن العرض العام بحملة الأعلام، يتقدمها علم الكويت ثم علم الدورة، وتبدأ الوفود بالدخول إلى ساحة الملعب مبتدئة بوفد دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. ويليها وفد دولة البحرين. يلاحظ أن الفتيات اللاتي يحملن يافطات الدول هن من نفس الدول المشتركة في الدورة. ثم وفد المملكة العربية السعودية وهو يرتدي الزي العربي الأصيل، تحية ملؤها المحبة والود لضيوف الكويت الشباب الذين أتوا إلى هنا ليشاركوا في دورة آسيا الأولى لكرة اليد. ثم وفد كوريا الجنوبية. الفريق السعودي طلال حمزة، اثنين فهد، كرة مع فهد من السعودية، يقول له ابعد ثلاث خطوات قانونية صح، احسن لعب حلو، اثنين طلال حلوة السعودية، اصابة جميلة يسجلها اللاعب السعودي طلال حمزة هاشم، ممتاز طلال.
الكرة مع الفريق الكويتي، كرة مع الفريق الكويتي. جمال الخضري، جاسم ذياب الحلو، فرهود جمال. فاول لصالح منتخب الكويت، الإصابة الأولى لصالح منتخب المملكة السعودية. جاسم ذياب حلوة، رمية جزاء لصالح منتخب الكويت. لاعب انت لاعب حسن جابر، هذا رقم 6. الكرة مع اللاعب، إصابة حلوة سجلها اللاعب الحلو فرهود رئيس الفريق، إصابة حلوة. التعادل، تعادل 1-1 بين الفريقين. الكرة مع السعودية، طلال من السعودية، حسن طلال، طلال 7 من السعودية اللي هو طلعت. كرة مع الرنجي، مساعد من الكويت جمال الخضري، عدنان عبد النبي الحلو فرهود، جاسم زياد. فاول لصالح الكويت. لاحظ التشكيل الدفاع اللي يوقف فيه فريق السعودية، 6-0 مثل ما قلت لك. أنا قلت لك 5-1، لا الظاهر 6-0 مثل ما احنا ملاحظين. الفريق السعودي يوقف 6-0. الكويت يلعب هجوم 3-3، منزل 3 على الدائرة، على دائرة الستة، 3 برة مدافعين. شوف الكرة، لاحظ، مع عدنان عبد النبي من الكويت. فريق السعودية 6-0 دفاع. عدنان، عدنان عبد النبي من مغندي. فاول لصالح منتخب الكويت. كرة مع عدنان عبد النبي، جمال الخضري. التشكيل الهجومي 3-3، 3 بالخلف 3 بالامام. رمية تماس لصالح منتخب السعودية، حارس المرمى جمال من السعودية. كرة مع طلال، طلال من السعودية، حسن طلال حاول يصوب، طلال صدى لها واحد من مدافع الكويت. إصابة ثانية، كرة حلوة يسجلها اللاعب حسن جابر، لوب. إصابة جميلة، لعب حلو، بدايته حلوة. 2-1 لصالح منتخب الكويت الأهلي. فريق السعودي شكل هجوم 3-3، لاحظ.